السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم خاصية جميلة جدا في جهاز الايفون، كيف تخلي جهازك صامت باستثناء شخص معين، يعني او اشخاص معينين تكون نغمتهم واضحة ومسموعة. البعض يكون عنده شغل او يكون عنده دوام او يكون وموعد شخص معين يتصل عليه في فترة الصباح في فترة المساء، وصعب يخلي جهازه يعني مو بشكل صامت، فبكذا تكون كل النغمات مسموعة. هو يبغى الشخص هذا او اشخاص معينين بس فقط هذول الناس اللي تكون نغمتهم مسموعة. الطريقة بسيطة جدا، ندخل على جهات الاتصال من هنا، بعد كذا ندخل على الشخص اللي نبي نفعل عنده الخاصية هذه، بعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات من فوق في خيار اسمه تحرير، نضغط على تحرير من هنا تطلع لك مجموعة خيارات من ضمنها النغمة. هنا مكتوب افتراضي، لما نضغط على افتراضي من هنا تطلع لك مجموعة خيارات، كل اللي عليك تسويه تجاوز الطوارئ، تفعل هذا الخيار وبعد كذا تضغط على تم. وأن هنا نغمة الرسالة نفس الشيء، إذا تبي هذا الشخص نغمة رسالته يعني رسالته النصية تكون مسموعة والجهاز بالشكل صامت، يعني نضغط من هنا ونفعل تجاوز الطوارئ من هنا ونضغط على تم، وبكذا تفعل هذا الخيار في الأشخاص اللي أنت تبي تخلي نغمتهم أو اتصالهم مسموع والجهاز يكون بشكل صامت. أتمنى شرح واضح وبسيط، أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.